غياب المشافي المتكاملة في المناطق المحررة بريف حلب الشمالي أجبر المنظمات والمؤسسات الإنسانية على افتتاح مراكز طبية مصغرة هدفها تقديم الخدمات الطبية لتخفيف العبء عن المدنيين الذين يعانون من أوضاع معيشية صعبة. مركز خير واحد من المراكز الطبية النشطة في هذا المضمار. نحن مركز خير في تليل الشام، يوجد لدينا كافة الاختصاصات. عنا اختصاصات الأطباء طبعاً اللي بيشتغلوا عنا كلهم ذو كفاءات عالية. الاختصاصات الموجودة عنا هي العينية، الإذنية، العظمية، الأطفال، النسائية والداخلية. طبعاً أغلب الأطباء عندهم كفاءات عالية وخريجين يعني من زمان. طبعاً مركزنا بيعطي الأدوية مجانية والعلاج مجاني، وشهرياً بحدود 2300 مريض بيراجعنا. هؤلاء الأطفال وغيرهم يتلقون العلاج هنا، حيث يوفر مركز خير الخدمات الطبية لعدد من القرى والمخيمات التي يقيم فيها النازحون، كما يقدم الأدوية والتجهيزات المتوفرة بشكل مجاني. نشكر مركز الخير على تقديم مساعدات طبية من كافة الاختصاصات وتقديم الأدوية والكشفية مجانا وتسهيل أمور المواطنين القادمين من المخيمات العشوائية، والشكر كله الشكر لمركز الخير الخيري. المستوصفات الصغيرة والمراكز الطبية هي الحل الوحيد المتاح بعد أن دمر طيران روسيا ونظام الأسد جميع المشافي في ريف حلب المحررة دون وجود حلول جذرية لهذه المشكلة الكبيرة.